دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا ليندا عبد اللطيف علشان نتعرف معاها على اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير مصطفى، صباح الخير منا. الحقيقه يا ليندا ان الجو النهارده كويس، لازم تقولي لي. فعلا يا منا الجو كويس وفي نوعا ما استقرار في الاحوال الجويه. امبارح القاهره سجلت 33، النهارده بتسجل 34، والايام اللي جايه كمان مشابهه للدرجات الحراره اللي انا ذكرتها دلوقتي. اتفضلي يا ليندا. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه كالعاده هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.78، اما الشراء فسجل 18.70. اليورو البيع سجل 19.60، اما الشراء فسجل 19.51. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.70، اما الشراء فسجل 22.60 قرش. الفرنك السويسري البيع سجل 18.78 والشراء سجل 18.69. اليوان الصيني البيع سجل 2.80، اما الشراء فسجل 2.78. الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه والشراء سجل 4.98. الدينار الكويتي البيع سجل 61.14، اما الشراء فسجل 60.86. واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.11 والشراء سجل 5 جنيه و9 قروش. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض متوسط اسعار الذهب، والبدايه هتكون مع عيار 18 اللي سجل 860 جنيه للجرام، اما عيار 21 فسجل 1003 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1146 جنيه للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سجل 8024 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وفي نشاط للرياح أحيانا هيكون بالليل على مناطق متفرقة من كل أنحاء الجمهورية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40، وأقل درجة حرارة هتكون في الإسكندرية 28. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.